أهلا بكم متابعينا، عدنا للتواصل معكم عبر هذه الفقرات من 24 درات، ووصلنا معكم إلى واحدة من القضايا المهمة في كوكب الأرض، وهي الاهتمام بالبيئة وبالطاقات المتجددة، محافظة على التوازن الموجود في كوكب الأرض، وأن لا نكون جزء من الدول التي تسبب مشاكل، ومن ضمن هذه المشاكل الاحتباس الحراري وتوسع ثقب الأوزون وغيرها من المشاكل، إضافة للمحافظة على الموارد الموجودة أيضا، باعتبار أن استهلاكنا لكوكب الأرض بالذات فيما يخص الغابات، وأيضا المحافظة على البيئة في البحار لأنها أيضا تمثل توازن. وفي الأخير لكي لا نتفاجأ بهذا التغير الرهيب في المناخ الذي شهده العالم خلال الفترة الفائتة، ونحن نحاول أن نرفع الوعي بالبيئة، أيضا محافظة على صحتنا. هذا الأمر قد يعتقد البعض، يعني السودان ليس من الدول الملوثة بشكل كبير لكوكب الأرض، ولكن هنالك بعض التصرفات أو السلوكيات الخاطئة التي تسبب في الإضرار بالبيئة وبصحة الإنسان. سوف نتعرف على هذا الأمر، أيضا وعينا بالطاقات المتجددة لاحتياجنا لها في هذه الفترة بالذات، بصحبة الباحث في البيئة والطاقات المتجددة الدكتور الفاتح ياسين. مرحب بك، أهلا وسهلا. مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله الواحد يكون ضيف خفيف الظل ويقدر يديكم أو يقدر يطلع الابستراك أو السمرايز أو الخلاصة الملخص بتاع الطاقات المتجددة، وكيف إنها هي بتأثر في البيئة تأثير إيجابي، وكيف إنه الطاقات الغير متجددة بتأثر تأثير سلبي على البيئة. أولا، ما هي الطاقات المتجددة؟ طبعا اصلا في نوعين من الطاقه، في طاقه متجدده وفي طاقه غير متجدده. طبعا من الاسم، يعني لما اقول لك طاقه غير متجدده، دي الطاقات، دي الطاقه اللي بتكمل، بيسموها دي الطاقات مثلا زي البنزين والجاز والكيروسين وكده، هي بيسموها المحروقات. دي طاقات غير متجدده، وبتنبعث منها غازات الاحتباس الحراري مثلا زي الكربون دايوكسيد، زي السلفر دايوكسيد، زي النيتروجين دايوكسيد. بعد ذاك عندنا الطاقات المتجدده. الطاقات المتجدده مثلا عندك زي الطاقه الشمسيه، كويس، يعني هي من مجددة، هنا بتتجدد يوميا، يعني الشمس يوميا بتجي الليلة، وإن شاء الله بعد بكرة الصباح لو جينا حيين بتجي تاني. عندنا الطاقة تحت الرياح، تاني عندنا الطاقة تحت الهيدروجين الأخضر، وتاني عندنا الطاقة تحت الكتل الحيوية، وتاني عندنا الطاقة بتحت حرق النفايات. يعني دي كلهم هي الطاقات. الفرق بين الطاقة المجددة والطاقة الغير مجددة، الطاقة المجددة ما عندها انبعاثات كربونية، ما عندها تأثير على 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 كوكب الأرض، قد تكون طاقة نظيفة، طاقة صديقة للبيئة. عكس الطاقة الغير متجددة، دي من الوقود الأحفوري، طبعا هي سموها البيسل فيول أو الوقود الأحفوري، لأن تصلا بتحفر الأرض، بتقوم بتطلع البنزين والجاز، وبتطلع الكرويد أو الخام البترول، بعد ذلك تودي الريفاينري المصفى أو بيقوم بيعمل له تكرير. فالفرق بين الطاقة المتجددة وغير المتجددة فرق كبير جدا. الطاقة المتجددة صديقة للبيئة، وتأثير على البيئة تأثير إيجابي، عكس الطاقة غير متجددة. طبعا يا دكتور، هو الأمر إذا أخذناه على المستوى النظري بنلقاه إنه هو مهم ومميز وجميل، لكن لما نجي على مرحلة التنفيذ بنلقى إنه هذا الأمر معقد جدا. يعني إحنا لما نتكلم عن طاقة بتجينا من مثلا الهواء أو طاقة الشمس، ومحاولة إنه نحولها لطاقة نستخدمها في حياتنا اليومية، الأمر هذا مكلف جدا، وممكن ما يمدنا بساعات طويلة من الطاقة. فكيف الموازنة ما بين يعني بريق الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة؟ طيب يلا، لو مسكنا الطاقة المتجددة مثلا، نمسك أول حاجة مثلا نقول الطاقة الشمسية، ونمسك الطاقة بتاعت الرياح. الطاقة الرياح دي الاثنين سوا، الطاقة الشمسية كما مسكتها بتلقى انه فترة النهار، يعني بعد ذاك حسب هي ما طاقة طبيعية، وانت دائما بتقوم في الدولة لو دارت تعمل مثلا طاقة متجددة، سواء كانت طاقة شمسية او طاقة طاقة رياح، دائما بتقوم بتشوف الثلاثة حاجات، بتشوف التضاريس تحت المنطقة، جغرافية الدولة، المناخ بتاعها. مثلا السودان هنا يعني طول فترة الصيف، الصيف طويل معناه النهار طويل، النهار طويل معناه نحن ممكن نقوم نجني او نولد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
ثاني بعدك تجي لموضوع الرياح. الرياح طبعا تعتمد على سرعه الرياح. نعم. فدائما مثلا احسن هنا في السودان يعني عندنا مثلا سرعه الرياح عاليه في شمال السودان. نعم. ولما توجه عشان كده بتلقى مثلا في شمال السودان في محطه لانتاج الكهرباء بواسطه الرياح في نعم. في خلاص بعدك لكن بتلقى مثلا في 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 نهر النيل تحديدا في مصانع الاسمنت برضه عملوا محطه بتاع الطاقه المتجدده لكن محطه طاقه لانتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه. نعم. فدائما انت بتقوم بتشوف المناخ بتاعك كيف، الكلايمت كيف، التضاريس، الجغرافيا بتاعت المنطقه او نعم. الجغرافيا بتاعت الدوله، حتى بعدك تقوم بتقرر انك تقوم تعمل يا طاقه من الطاقات المتجدده. نعم. لكن الطاقه المتجدده مكلفه طبعا. هي الطاقه المتجدده يعني حسب مثلا زي لو مسكنا الالواح الشمسيه الطاقه مثلا الطاقه الشمسيه بتلقى انه مثلا الالواح الشمسيه يمكن تكون يعني تكلفتها ما لا يزيد عن 70% نعم. من التوتال كوست من التكلفه الكليه. السودان ممكن يكون مؤهل للحته دي لانه السودان فيه طبعا الطاقه الالواح الشمسيه بينتجها من ماده اسمها السيليكون. السيليكون موجوده في شمال السيليكون السودان. السيليكون يلا موجوده في الرمال السوداني، يمكن تكون موجوده في الرمال في شمال السودان. نعم. في غرب السودان، في شرق السودان، يعني ممكن تكون يعني ممكن السودانية. نكون مصنع ممكن يكون مصنع، لكن في حاجه لازم الناس تكون تنتبه لها، يعني هو السيليكون موجود في الرمال كده، انت بس لاحظ السيليكون، لاحظ يوصل للرمال ولاحظ الالواح الطاقه الشمسيه، فبتلقي شنو، بتلقي بيناتهم في فرق، يعني لاحظ انه الرمل ده حدا بالواضح ده انه بقي الالواح بتاع الطاقه الشمسيه. لازم تمر بعمليه بكميه من البروسيسز، يعني حتكون بعمليه بكميه من العمليات دي ذاتها محتاجه لطاقه. صحيح. وحتى يلا بعد اللوح بعد ما يصنع عنده عمر افتراضي، يعني ممكن يكون مثلا من 15 سنه لحد 25 سنه لحد 30 سنه دي الماكسيمم بتاعه كده. نعم. فالموضوع موضوع بتاع حسابات يعني، لكن نعم. السودان مؤهل من ناحيه انه عنده الرمال، والرمال فيها سيليكون ممكن تعمل اكستراكشن. نعم. طيب مطالبات العالم الغربي لإفريقيا بالذات خلينا نقول لأنها هي القارة الأقل تنمية بأنه يهتموا بأمر الطاقة المتجددة وطبعا عارفين أنه يعني هذه الدول اقتصاداتها يعني حتى القوية منها تعتبر أقل من الدول المتقدمة. يعني ليس من العدل أن يكون الحديث أنه يعني الدول في إفريقيا هي التي يجب عليها أن تهتم بالطاقة وهم يعني أكثر من يخربون هذا المناخ في كوكب الأرض. هو صح فعلا، يعني المتسببين في ظاهرة الكلايمت تشينج او الجلوبال وورمنج، ظاهرة الاحتباس الحراري او تغير المناخ، هم تقريبا هي الدول الصناعية. نعم. يعني حسب مثلا لو مسكت مثلا في الدول الصناعية مثلا بتلقى مثلا السعودية ممكن تكون دولة صناعية اكثر من السودان، فبالتالي نعم. معناها السعودية ملوث للبيئة اكثر من شنو، من السودان. المواطن معناه المواطن السعودي ملوث للبيئة اكثر من السودان، اذا المواطن السودان اصلا هو كهرباء ما لاقيها فما ما حيلوث البيئة اصلا كده. نعم. لكن هي بعد ذاك ما هو الناس عملت دراسات فلقت انه يا اخي انه لو استمر انه الناس بقت تحرك في الوقود الاحفوري وحصل انه انبعاثات كربونيه، يعني ممكن تكون لما تحصل سنه 2040 او سنه 2050 بيقولوا انه كوكب الارض غير صالح للحياه. نعم. ده شنو ده الاميشن تحت الكربون دايوكسيد، الانبعاثات الكربونيه. نعم. ده غير التغيرات المناخيه اللي بتحصل يعني. ده غير التغيرات المناخيه اللي بتحصل، واصلا هي حتحصل لانه اصلا نعم. الكربون دايوكسيد لما ينبعث يمشي الهواء الجوي بعد ذاك يمشي لنا في الطبقه بتاعت الاوزون، بيقدر لنا الطبقه بتاعت الاوزون بيعمل فتحه دي بعد ذاك ضوء الشمس بيقوم بيجينا مباشره. نعم. وده بيسبب في احترار عالمي، يعني درجه الحراره كل يوم بيزيد درجه الحراره. طبعا لما تقوم تزيد لاحظ يعني حسب مثلا عندك زي القمح زي الكور المصري بينمو في الشتاء محتاج للشتاء، يعني معناه الشتاء حيقل معناه حيعمل لنا ربكه في المحاصيل الموسميه كلها، معناها هيحصل ممكن تحصل مجاعه. نعم. ممكن ده غير الفيضانات والسيول الغير ده غير الفيضانات. طبعا الفيضانات بتجي لانه الجليد حيذوب، ما في احترار عالمي. صحيح. الجليد حيذوب كويس، بعد ذاك حيحصل جفاف، حيحصل جفاف معناه ما في زراعه، معناه ما في بفرتي او في مجاعه. صحيح. دي مشكله كبيره جدا. نعم. جدا هو الامر معقد جدا تو كومبليكيتد، يعني البجت كده الامر معقد شديد خالص يعني. نعم. عشان كده الناس بقت تلجا للطاقات المتجدده. نعم. طيب حدثنا عن الطاقات المتجدده في الجاره القريبه جمهوريه مصر. مصر طبعا مصر دي حكايه في الطاقات المتجدده. في ريبورت او تقرير يدعمل في عملته منظمه جلوبال انرجي مونيتور، التقرير ده نعم. بيقول انه مصر هي ممكن تكون اكبر دوله عربيه منتجه للطاقات المتجدده. نعم. يعني مصر ممكن تنتج تقريبا ما لا يقل عن ثلاث. أيوة. فبالتالي مصر ما عندها طاقة متجددة مع أنواع، يعني مصر عندها ممكن تنتج طاقة شمسية. صحيح. كويس. مصر ممكن تنتج طاقة بتاعت الرياح لأنه عندها سرعة رياح بتاعتها عالية. صحيح. مصر ممكن تنتج طاقة مثلا من طاقة مائية مثلا كهرومائية مثلا لأنه عندها سدود عندها هنا. مصر ممكن تنتج برضو طاقة من الكتل الحيوية، طاقة نعم. البيوغاز. نعم. يعني طيب. مصر يعني عندها مصادر كثيره. حسي مصر في غمه المناخ الاخيره اللي كانت في شرم الشيخ، هي طبعا في الكونفرنس اوف بارتيز مؤتمر الاطراف، مصر يعني قبل غمه المناخ دي كانت في شرم الشيخ حسي السنه اللي فاتت. نعم. شهر 11 مصر تقريبا عملت او ابرمت اتفاقيات او مذكره تفاهم مع لا يقل عن 9 او 10 شركات او مؤسسات او منظمات على اساس انها هي دار تعمل محطه
بتاع الطاقه المتجدده لانتاج الهيدروجين الاخضر. نعم. فانا داير اوريك انه حكومه القاهره شغاله جد يعني بالرغم من انه مصر من تيجي تمسك مثلا سياسيا كيف تلقاها فيها عدم استقرار سياسي. صحيح. يعني هو ما زي السودان لكن الى حد ما برضه فيها، فداير اوريك انه المشاريع ولا الكبيرة يناسب يعني حتى تاريخ المصريين من استقرارهم، يعني هم استقروا لسنوات طويله اكثر مننا، احنا من الاستقلال الى يومنا هذا ما في اي استقرار. ما في استقرار، لكن طبعا مصر برضه كان في الربيع العربي ده برضه ما في لما جه شهر مبارك كده. طيب خلينا برضه نتكلم عن، انا عايزه اتكلم عن دول هي منتجة للوقود الأحفوري أو للبترول ولكن برضو مهتمة بمسألة الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة زي دولة قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات. طبعا قطر عندها محطة أو انشأت محطة أو شغالة في أنها تقوم تنشئ محطة في منطقة الخصعة، دي برضو محطة ممكن تكون من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. نعم. قطر بالرغم من أنه قطر دي ممكن تكون هي اكبر دوله منتجه ومصدره للغاز الغاز. صحيح. يعني لاحظوا حاسس زي الدوحه دي ممكن تكون تربع الدين تقول يا اخي الله نحسن ما عندنا مشكله بتاع الطاقه بتاع الانرجي، لكن بعد هي شغاله لانه اصلا الموضوع بقى موضوع تحول. صحيح. تحول من الوقود الاحفوري من الطاقات الغير مجدده لطاقات متجدده. عندك السعوديه برضو بقت برضو عندها برضو محطات بتاع الطاقه الشمسيه وبرضو عندها محطات عندها. صحيح. محطه برضو بتاع الطاقه الرياح. لكن حتى مشاريعنا الجديده والمدن الجديده تبنى يعني هي صديقه للبيئه. بتبنى صديقه للبيئه مخططه لانها تكون مخططه. يلا طبعا هي مدن زي المدينه اللي اسمها دلاين بالضبط كده. يلا هي مدن يجب يسموها المدن الذكيه. نعم. يعني عندك مدن ذكيه ومباني ذكيه. طبعا المدن الذكيه لانه طبعا في النهايه بتقوم بتصمم بطريقه محدده. المباني الذكيه مثلا ابسط حاجه مثلا عندك زي الالواح الطاقه الشمسيه، يعني تكون انت عامل لها حساب في المبنى بتاعك ذاته. صحيح. لكن الدول العربيه بدل ما تجلدها بالكلادين وتزيد من سخانه بس. ايوه دي صح. نعم. دي فعلا دي مشكله في التصميم، يعني تلقى مثلا خاتين كلادين او مثلا تلقى خاتين مثلا قزاز. نعم. فطاح صح، والقزاز بيديك اناره في المبنى بيقلل لك الطاقه تحت الضوء، لكن يعني في الكهرباء لكن بتحتاج انك انت تكييف اعلى بالضبط كده. يلا ده الموضوع كله بتاع السمارت. طبعا انا لضيق الزمن بحاول اسال الاسئله كلها يعني نستفيد من حضرتك دكتور الفاتح ياسين وانت رجل عالم في هذا المجال. اين يقف السودان من الطاقات المتجدده وكيف يمكن ان نستثمر فيها على الاقل، مش نصدر ونستفيد بس يعني ماليا او اقتصاديا من هذا الامر، على الاقل انه يحصل بهذه الطاقات المتجدده تنميه في المناطق النائيه اللي ما بتصلها حتى الطاقه الغير متجدده. طبعا السودان بالناحيه الجغرافيه عنده مساحه جغرافيه كبيره جدا، لكن السودان بيتميز بانه اراضيه كلها خصبه. نعم. كويس. دار ثبت معلومه بالنسبه للطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه ما بتعتمد على درجه الحراره، لانه السودانيين يقول لك يا اخي والله انا عندنا شمس حاره جدا جدا، احنا المفروض الناس تقوم شنو تستفيد منها وتقوم تطلع منها طاقه، لا بتعتمد على الاشعه. على الصورة الراديشن هو شنو ضوء الشمس او شنو الاشعاع الشمس. بالعكس كمان الحراره درجه الحراره كل ما تزيد كل ما ممكن تقوم تاذي لك الالواح الشمسيه. نعم. يعني عندها اثار سالبه بالنسبه للوح الشمسي. نعم. فاللوح الشمسي مثلا لو بعيش 25 سنه ممكن يعيش لك 20 سنه. نعم. فانا عشان كده تحصل لو لاحظت مثلا بتلقى انه السولر بانلز او الالواح الشمسيه الناس دائما بتحطها في المسطحات المائيه. صحيح. بتحطها في المسطحات المائية أو مثلا بتحطها مثلا في الأرض ولكن فوق ارتفاع مترين ثلاثة كده بحيث إنك تقدر تكون بعيدة من السخانة. تكون بعيدة مثلا من السخانة وبعدين لو بتحيد بيزرعوا ذاته يقوم بيزرعوا نباتات تكون ارتفاع يكون قصير. نعم. وفي نفس اللحظة النباتات تكون ما دايرة مثلا. نعم. سخانة شديدة. نعم. فدي واحدة من فالسودان ممكن يكون مثلا عنده أراضي زراعية كبيرة. نعم. عنده مساحات فاضية فممكن عادي يقوم يعمل طاقة شمسية يقوم يرسل الألواح دي. نعم. بحيث انه يرسل الألواح من الصباح برضه. نعم. يقوم يزرع تحت الألواح دي. هنالك فرصة كبيرة للاستثمار ولحل قضية الطاقة في السودان عن طريق الاستثمار في الطاقات المتجددة. انا بشكرك كثير دكتور الفاتح ياسين الأستاذ والباحث في البيئة والطاقات المتجددة لهذا الحضور، ونتمنى ان نلتقيك في مرات قادمة ان شاء الله. نتواصل معكم متابعينا بعد فاصل نعود، كونوا معنا.